عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة اليوم. اليوم عنا اون غوسيت سالي اللي هي دي لازاني اون اركونسيال. شو معناها؟ معناها باش تبدا فيها دي كولور. سي اون لازاني اللي جو سوي سيغ اللي صغار الكل باش يشيخوا عليها. دونك شنو نستحقوا؟ نستحقوا فيوند اشي، شويه بيتراف انا ديجا قصيتها، شويه فلفل احمر، شويه ثوم، شويه كركم، زيت نتاع نجمه، وشويه ابينار، دي فو دو لازاني نتاع ورده، وتومات نتاع سيكا. Donc, au premier, on va préparer les couches de la lasagne. Il y a des épinards, ou choix de viande hachée, ou les couches qui font les betteraves. Donc, je vais prendre la viande hachée avec la tomate, ou je vais prendre des épinards, juste pour les blouer. بي طيب باش نسخنوا شويه الزيت باش نحطوا فيه الفياند هاشي والتومات ومن بعد دونك هذا اللحم تاعنا باش يبدا يتقلى وهوني باش نحطوا les épinards internes, juste qu'ils se bêlent un peu. Et on a déjà fait le meilleur lit à l'avance. Après, on a fait une demi-cuisson pour les feuilles de la lasagne. On a pris le temps, parce que c'est un peu plus tard, pour le type de barche à le four. Juste tout le temps pour gratiner. Donc, c'est le hamafroum, c'est les épinards. باش نفوحوهم بشويه ثوم باش نحطو الثوم في الفياند هاشي وشويه مع لي زيتونات باش يبداو يفيحو ديك اللحم تاعنا يطيب باش نرمي لي طومات نعملو لاصوص دونك توا باش نزيد باش نزيد نفوح باش نحط الملح والفلفل الأكحل نحط شويه ملح لي زيتينار نحط لهم جوست شويه خاطر هما ديجا باش يسيبوا الملح نتاعهم دونك ما نحطوش برشا ملح معاهم دونك هذا اللحم تاعنا بريسك طاب باش نحط التومات نتاع سيكام باش نزيد نحط الفلفل الاحمر والكركم باش نحطو جوست في الصوص طومات هكا هاو الاخرى نفوحوها البلا فوالا دونك جوست باش نخليوها تغلي شويه ما تستحقش باش نزيدوها الماء جوست هكا ديجا هي فيها الماء نتاع الطماطم جوست تشيح شوية ونسكر عليه بيه لي زيبينار نتاعي تبيلو دونك توا باش نبدا نحضر لي تخوا بول
اللي باش نعمل فيهم لي تخوا فارس ديفيرونت. دونك عندنا ان بول باش نعملو فيه لي بيتراف باش نحطوهم ونزيدوهم شويه كريم فريش وشويه غوطه، هذوما وحدهم على رواحهم. وبعد عندنا لا دوزيام بارتي اللي فيها لي زيبينار. وهذه لا بارتي اللي فيها لا صوص طومات اللي هي مزيت جوست يلزمها تشيح شويه. دونك انا تو باش نمد الكريم فريش نتاع ديليس والفروماج نتاع ديليس الغابي والغوطه. تنجموا زيدا كان تحبوا تعملوا صوص بيشاميل تنجموا تزيدوا تعملوها، مي هكا سي سوفيزون. دونك باش ناخذ الغوطه نتاع ديليس ونحط شويه مع لي بيتراف باش تولي كي باش نخلطوها باش تولي ان ميلونج روز. وهذه لا بارتي نتاع لي زيبينار. تو انا باش نزيد شويه كريم فريش مش برشا خاطر ما نحبش تولي ليكيد برشا. فوالا وكل عادة فوحوهم شوية فلفل أكحل نجيبو منه فلفل أكحل خير. شوية ولا دونك هذي le premier mélange. Déjà chauffe tout qui fait choix la ou la rose. Quand c'est rare qu'on met bouché avec le betterave ou la met bouché avec les épinards, et bien c'est une façon parce que je me trouve cloué. C'est rare qu'on met les lasagnes donc c'est sûr que c'est cloué. Mais et bien la première partie et bien le mélange dans les épinards. C'est bon. Tawa, on a sauce tomate interne, elle est presque ça y est. Donc, en tawa, quand on a déjà un petit mets ou fait choix de mélange, yarli. Je n'ai mis les feuilles de tawa, les lasagnes, juste pour que je taille bon choix. دونك انا اخترت امول هكا ماشي بالطول باش تبدا هكا مزيانه. باش نبدا نحط بزوز 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 دونك نحطهم في الماء ما يقعدوش برشا كلكو مينوت. ما يزمش تيب برشا باش نجمو نهزوها من بعد. لاصوص طومات نتاعنا سي حضرت. توا جوست باش نحضروها هوني. دونك توا عندنا لي تخوا كوش نتاع اللازاني نتاعنا باش نمشيو نحضرو. Donc, il y a le fromage. Pas délice, déjà. Je vais mettre ça à côté. Je vais mettre tout ça. Hazard. Je
دونك توا باش نخرج لي فوي دو لازانيا نحطوهم يستقطروا ديجا هاكم طابوا شويه مش برشا هذوما لي دو فوي دونك شنو باش نعملو توا نخرجو زوز نحطو زوز نخرجو دو فوي دو لازانيا نحطو زوز اونتخوطون on va faire la première couche. نحضرو الباتة متاعنا باش ما تلصقش في بعضها. Voilà. أول كوش. نحطو لاصوص طومات. هذه الكوش الاولى نعملو رشه فرماج ونحطو لا فوي دو لازانيا هكا ومن بعد باش نجيو نحطو اون دوزيام كوش اللي فيها لي زيبينار Voilà. On a un choix de fromage. Et on remet une autre couche. Au top, je mets tout le mélange de les betteraves. هذوما لازاني من بعد كي باش نقصوهم نجمو نشوفو لي كوش ديفيرونت شوية لي كيما لاركونسيال فوالا هذي لا دوزيام كوش ونزيدو فرماج توا باش نمشي نزيد نخرج لي دو زوطخ فوي تاع لازانيا فوالا دونك هاكا تردو بيكم خاطر تبدا مازالت سخونة شوية توا انا باش نزيد نقصها شوية دونك توا انا جوست باش نعمل اخر كوش باش نحاول هاكا نحطوهم هكا فوالا دونك اخر كوش نجمو تحطو فيها اللي تحبو انا باش نزيد نحط اخر كوش لي زيبينار كي باش تعملوها في مول كبير دونك تولي تنجمو تستعملو الكونتيتي هذيك الكل ولا تعملو الدوبل نتاعها كيما تحبو نتوما دونك هذه هي لا ديرنيير كوش تو انا جوست باش نحطها في الفور بور غراتيني
ديجا هي بريسك طايبه تزيدوها الفرماج برشا برشا فرماج voilà هذه اللازانيا دونك توا باش ندخلها للفور باش نحطها 180 ماكسيموم نخليها جوست باش تطيب شويه نقولوا احنا 20-25 دقيقه وانتم من بعديك تنجموا تفقدوها ما تخليوهاش تحمر كان تحمر برشا تنجموا تحطوا فوقها الومنيوم فوالا دونك انا توا باش نحطها في الفور ونتعداو فاصل صغير وبعديك نرجع رجعنا توا بعد الفاصل اللازانيا نتاعنا نورمالمون راهي طابت باش نخرجها من الفور هذه اللازانيا نتاعنا اركونسيل